صباح الخير للناس الحلوين. فينكم تركت الهم الكحل؟ فينكم باقي الناس الكاشة والبركازة؟ إذن داكشي اللي تيجرى في البعض يستحقون أكثر. شت عيد شت خلويت الهم الكحل اللي كاين في هاد السنوات اللي شتها مع هاد الهم الكحل، وترى كل واحد دي صوت على نواشتو، عشان نقول لك الأنانية ماشي غير المفرطة، المتطرفة، كل واحد تيقول غير أنا وبعد الطوفان، الطوفان اللي غادي يجرفهم ويجرفهم فعلا. خلال هذا اليوم غادي ندير معكم واحد شي لايفات زوينين زوينين غيعجبوا البعض. تكينا صاحبي واللي كانوا مع اهل الكهف تاكمل كل شيء وجايين تيتسلتوا، قال لك باغيين يديروا تنسيقيه في واحد النقابة، حيت هذوك النقابات مدصرين البعض، كانوا مدصرين البعض تيجوا يفرخوا فيهم التنسيقيات ديالهم، تيتحكموا فيهم السكرتاريات ديالهم، ويبداو يجوا يقول لك وا هادو هما الضحايا اللي تيمثلوا الضحايا ديال هاد الملف اكس بن اكس، وتيبداو سمعكين تيتفاوضوا بالاسم ديالهم. قمة التخلويل والتشالية. فاللي ما عارفينش ان كاينين البعض وكاين اللي غاب الطوبيس، الطوبيس 5 دراهم ما يخسرهاش ويجي غا في الجناب ثم ديال الرباط مع اهل الكهف، دوك صحاب حتى تثمر وناتي لنكتفي لنقطف الغله، جنو الغله هما راه غادي يجنو الخله ديال عشت الهم ديال الهردوسيه ديال حناهم. وفي الاخير جلسوا على اللفته، جلسوا على الفجله، جلسوا على الخازوق. خلال هذا اليوم ان شاء الله هيكون لنا معكم واحد المباشر، كونوا في الموعد. دائما احنا باش نجسدوا الحضور ديالنا اليومي لدام ازيد من 4 سنوات يوميا متواصله بدون انقطاع، الوقت اللي كانوا الأغلبية تمشوا المحافل الأوروبية البافاريا والهينيك الستوركات حتى تيشبعوا راحة اللي تيجوا للآخر المطاف جايين تيتسلطوا، كل مقابلين الفيلات حاضينها واللي تيوصلوا الأحفاد، وكل واحد جدير من يكمل كل شيء اللي جايين بغالي في الباي باي ولدان، في الباي باي. إذن دور 120 الصبح.